الحفل الكريم يحار المتأمل في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدري بأيها يبدأ ولا بأيها يختم، ولا ماذا يأخذ من هذا الوابل الصيب من صفات الجمال وصفات الجلال، ولا ماذا يدع. وكيف لا وقد وصف الله سعة أخلاقه الشريفة بوصف العظم، فقال في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. كما وصفته أخبر الناس به زوجه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين سئلت عن أخلاقه فقالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. ولعل السيدة الكريمة رضوان الله عليها أدركت الأفق المتعالي لهذا الخلق النبوي وصعوبة بيانه للناس عداً وحصراً واستقصاءً، فأحالت البيان إلى أخلاق القرآن الكريم وما بينها وبين أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه من تطابق وتماثل. وبما يعني أن الخلق القرآني إذا لم تكن له نهاية في حسنه وكماله، فكذلك الخلق المحمدي لا نهاية لحسنه وكمالاته، ولا حدود لسعته واستيعابه العالمين بأسرهم، وإلا لما صحت هذه المماثلة بين خلقه النبوي وبين القرآن الكريم في حديث عائشة رضي الله عنها. هذه المطابقة هي السر في اختصاص نبي الإسلام برسالة تختلف عن الرسالات السابقة، حيث جاءت رسالة خاتمة للرسالات الإلهية كما جاءت رسالة عامة تتسع للعالمين جميعاً إنساً وجناً وزماناً ومكاناً، بينما جاءت الرسالات السابقة رسالات محدودة بأقوام بعينهم وفي زمان معين ومكان محدد لا تتجاوزه لمكان آخر. ويجب التنبه إلى أن المفاضلة بين الرسالات الإلهية والمفاضلة بينها أمرها متروك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا نحن المؤمنين بهذه الرسالات أن نفاضل من عند أنفسنا ونحكم بأن رسالة أفضل من رسالة أو نبيا أفضل من نبي، اللهم إلا اتباعا لما يرد من الشرع الكريم في هذا الشأن. يقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ويقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. غير أن هذه المفاضلة لا تجوز من عامة المؤمنين بأن ينشئوا من عند أنفسهم مفاضلة بين نبي ونبي أو بين رسالة ورسالة، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا صريحا، فقال: لا تخيروني من بين الأنبياء، وقال: لا تخيروني على موسى، وقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقال: وجاءه رجل من أصحابه فقال: يا محمد، يا سيدنا، يا ابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، ويا خيرنا وابن خيرنا، فكان مما قاله صلوات الله وسلامه عليه: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة النبوة والرسالة. وهنا وفي هذا المقام مقام الفصل بين خصوصية الشيء وأفضليته،
يذكر العلماء بالقاعدة التي تقول إن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، ويستدلون بها على أن خصيصة العموم في رسالة الإسلام لا تعني تفضيلها على باقي الرسالات. وقد ضرب العلماء لهذه القاعدة مثلاً محسوساً ومأنوساً، ضربوا مثلاً قدرة الطائر على الطيران بجناحيه في جو السماء مقارنة بالإنسان الفاقد هذه الخاصة، ولم يقل أحد أن الطائر أفضل من الإنسان. سيادة الرئيس الحفل الكريم، إذا كانت أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم قد تنوعت عدداً ومنزلةً وعلو درجة وكمال شأن حتى أوصف بالإنسان الكامل، فإن صفة من صفاته هذه قد انفردت بالذكر في القرآن الكريم، وهي صفة الرحمة التي وصف بها صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في أواخر سورة التوبة في معرض الامتنان الإلهي على المؤمنين، حيث بعث فيهم رسولاً منهم وصفه بأنه حريص على هدايتهم وأنه رؤوف رحيم بهم. ثم ذكرت صفة الرحمة مرة ثانية في قوله تعالى في أواخر سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجاءت بأسلوب القصر الذي يدل على أن هذا الرسول اتحد ذاتا وأفعالا بصفة الرحمة حتى صارت سجية راسخة متمكنة في مشاعره ومتغلغلة في أطوائه ومسيطرة على تصرفاته. وقد أكد صلوات الله وسلامه عليه هذا الوصف بقوله في سنته الشريفة إنما أنا رحمة مهداة، وطبقه في كل تصرفاته مع البشر ومع جميع الكائنات والمخلوقات، وكان ينزع في كل تصرف من تصرفاته من معين هذه الرحمة التي فطره الله عليها وألان بها قلبه، وكان ذلك من أقوى أسباب دخول المشركين في الإسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.